بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون به ثمنا قليلا يعني يفضلون الدنيا على الآخرة، فيفضلون أن يبقوا أصحاب سلطان، وهذا عن الأحبار والرهبان. فالأحبار والرهبان يعرفون ما في هذه الكتب ومع ذلك ينكرونها. لماذا ينكرون؟ ينكرون طمعا في الرئاسة، طمعا في المناصب، طمعا في الحصول على الإتاوات من بسطاء الناس، فيخفون ذكر التوحيد ويخفون ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طمعا في أعراض دنيوية. الآية تحتمل أيضا رأيا آخر، وهو أنهم يكتمون ما نزل في القرآن. فالقرآن جاء بعقيدة التوحيد، وجاء مطالبا أهل الكتاب أن يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالكتاب يمكن أن يكون خاصا بالقرآن. إذن الكتاب يشمل الكتب السابقة، هذا رأي، وقد يشمل أيضا معه القرآن. فهؤلاء يكتمون ما جاء في القرآن. فقد جاء في القرآن أن رسالة الإسلام هي رسالة التوحيد من أول البشرية إلى آخرها وإلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها. فينكرون هذا، ينكرون رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم يقولون لا، ليس هذا صحيحا. إذا لو رجعوا إلى كتبهم لوجدوا ذلك صحيحا، لو رجعوا إلى القرآن، القرآن يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، صريح، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، الألوهية واضحة. ينكرون ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ينكرون. إذن أهل الكتاب ينكرون ما في كتبهم وينكرون ما في القرآن. ما السبب؟ السبب أن يبقى علماؤهم وأحبارهم أن يبقوا متربعين على كراسي البابوية والرئاسة، ويحصلون الأموال من العوام الذين يدفعون إليهم الأموال. ومعروف أنهم حينما يموت واحد منهم يبيعون له الجنة بيعا، فأقول لك هو يملك ماذا؟ أقول يملك عقارات وكذا وكذا. طيب نكتب له 5 قراريط في الجنة، يكتب له الحبر أو الرئيس يكتب له ورقة بأنه باع له 5 قراريط في الجنة. في نظير أن يؤخذ من تركته مبلغ كذا ويوزع على أصحاب النفوس، وهذا قائم حتى الآن، قائم حتى الآن. فإذن هؤلاء الذين يأكلون المال سحتا وباطلا في إنكار عقيدة التوحيد وفي إنكار نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يأكل في بطنه. معنى يأكل في بطنه يعني يملأ بطنه، هكذا يقول العرب. العرب يقولون يأكل فلان في بطنه يعني يملأ بطنه أكلا، ويقولون يأكل فلان في بعض بطنه، كما قال الشاعر كلوا في بعض بطنكم تصحوا، كلوا في بعض بطنكم تصحوا. لو أكلت أنت ولم تملأ بطنك يكون هذا خيرا لصحتك، إنما ملء البطن
هذا يؤدي إلى التخمة ويؤدي إلى الأمراض. فقول الحق سبحانه أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني لا تمتلئ بطونهم إلا بالنار. ستقول أنت هل صحيح؟ لا، هو يأكل أموالا، هو لا يأكل نارا، إنما يأكل المال، يبيع 5 قرارات في الجنة ويقبض السماء وينفقه على نفسه، لا هذا يأكل أموالا ولا يأكل نارا. نقول هذه الأموال سبب في دخوله النار، سبب، فعبر بالمسبب عن السبب، يعني هم يأكلون أشياء من الحرام وهذه الأشياء من الحرام تؤدي بهم إلى دخول النار. إذن هو يملأ بطنه بالمال الحرام فيذهب إلى النار، وعلى ذلك قال هم يملؤون بطونهم نارا نارا، مثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هو لا يأكل نارا. الوصي إذا أكل مال اليتيم هو يأكل أموالا، أموالا يأتي بها بخبز وبلحم وبفواكه ويأكل ويأكل، هو لا يأكل نارا. نقول هي ستؤدي به إلى النار، فهي ستكون سببا في دخوله النار، فعبر بالمسبب عن السبب، يعني أولئك يأكلون الأموال الحرام التي تؤدي بهم إلى ملء بطونهم مستقبلا بنار جهنم والعياذ بالله تعالى. إذن على الإنسان أن يمتنع عن أكل الحرام، لأنه إذا أكل حراما هو يأكل النار أصلا. نقول هو يأكل النار، هو لا يأكل النار إنما يأكل أموالا، نقول ستؤدي به إلى الحرام، إلى النار، إلى النار. وهكذا، وهذا مبالغة، هذا يعني من أساليب البلاغة، من أساليب البلاغة الجميلة، أن الإنسان يمتنع عن كل ما يكون سببا في دخوله النار. أولئك ما يأكلوا، أولئك باسم الإشارة، اسم الإشارة قد يكون لرفعة المنزلة وقد يكون للمنزلة السفلى، هنا للمنزلة السفلى، لكن في سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم، للمنزلة العليا. فكأن اسم الإشارة هنا يقال عنه أنه اسم الإشارة للبعيد، البعد إما بعد ارتفاع أو بعد انخفاض، هنا بعد انخفاض، سيكونون في أسفل سافلين. عبر بأولئك، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم. هل صحيح لا يكلمهم؟ الله سبحانه وتعالى سيكلم المؤمنين. هناك في الأحاديث النبوية ما من أحد منكم إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ما من أحد منكم، من الأمة الإسلامية، من المؤمنين، من المؤمنين بالرسل والأنبياء، من المؤمنين بالتوحيد، من المؤمنين برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. أما هؤلاء فلا يكلمون، يبقى محرومون من الكلام مع الله. هؤلاء الذين أنكروا ما في الكتب الإلهية من عقيدة التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله. يبقى هذا الشيخ يذكر، يقول لا يمكن أن يكون عدم الكلام تعبيرا عن الغضب، يعني أولئك يغضب الله عليهم، لأنه عادة عند الغضب لا يكلم الإنسان صاحبه، عند الغضب عندما يغضب منه يقول لا تكلمني ولا أكلمك. فكأنه يمكن أن يكون معنى قوله سبحانه ولا يكلمه الله يعني سيغضب عليهم غضبا شديدا. بعضهم أيضا يقول هناك معنى ثالث، يعني لا يكلمه الله كلام مودة وكلام محبة، وإنما سيكلمهم كلام توبيخ وكلام تقريع. وهذا موجود في القرآن في قوله تعالى
حينما يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يقول لهم ايه؟ ماذا يقول؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. بقى كلام زجر. اخسأوا، الخسوء انما يكون للكلب. فاذا كان الله تعالى يقول لهذا الكافر اخسأ، كأنه يزجره زجر الكلاب. ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله لها أكثر من معنى. ونحن نقول القرآن حمال أوجه، القرآن له أوجه كثيرة ولا يفسر على وجه واحد. لا يكلمهم يعني يحرمون من الكلام مع الله في الوقت الذي يكلم فيه المؤمنين، أو المراد يغضب عليهم، لأن عدم الكلام كناية عن الغضب، أو يكلمهم كلاما ليس بكلام مودة ولا محبة، وإنما بكلام زجر وتعنيف وتقريع. اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يزكيهم. كل هذا على أهل الكتاب المنكرين لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم. التزكية هي الثناء على الشخص، الثناء. فالله سبحانه وتعالى يثني على المؤمنين ويثني على أعمالهم، لكنه سيزجر هؤلاء الذين عارضوا التوحيد وعارضوا رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يزكيهم، لا يثني عليهم. ولهم عذاب أليم فوق هذا كله. طب ما الذي بقي؟ إذا كانوا سيأكلون النار في بطونهم، والله سبحانه وتعالى لن يكلمهم إلا كلام تقريع وتوبيخ، ولن يزكيهم، تريدون شيئا آخر؟ لا، فوق ذلك لهم عذاب مؤلم. وحينما تذكر في اللغة العربية الكلمة منونة تدل على الفظاعة. لو قال لهم العذاب الأليم لكان بالتعريف يختلف عن لاختلف عن عذاب. هذا التنوين يدل على الضخامة، عذاب لا يقادر، لا تدرك طبيعته من الفظاعة. أليم، ألما لا يمكن تصوره. جاء كل هذا من التنوين، عذاب أليم في هذه الصورة. طيب، بعدها يقول الحق سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك، كما قلنا، هو تسفيل لهم، وضع لهم في أسفل سافلين، باسم الإشارة للبعيد. عندنا اسم الإشارة للقريب، هؤلاء، هؤلاء للقريب، إنما أولئك للبعيد. فالبعد هنا كما قلنا بعد تسفل وانحدار. الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هم على ضلالة بعبادة غير الله، بالشرك، هم على ضلال. والهدى هو التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، اشتروا وعملها، يعني صورها بمسألة عملية شراء وبيع. الشراء تشتري سلعة في نظير ثمن تدفعه، سلعة تشتريها، المفترض أنك تأخذ السلعة السليمة الرائجة الصحيحة وتترك الثمن، لأن السلعة أفضل، أفضل من الثمن.
لكن حينما يشتري سلعة فاسدة ويدفع الثمن يكون قد خسر خسارة كبرى. هو لم يخسر الربح فقط، إنما خسر أيضا رأس المال، لأنه اشترى سلعة وتبين أن هذه السلعة فاسدة، إذن ضاع الثمن أصلا، ضاع الثمن. فإذا هم هنا اشتروا السلعة الفاسدة، اشتروا الضلالة، وتركوا الثمن النظيف وهو التوحيد ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعذاب بالمغفرة، العذاب بدل أن يدخلوا الإيمان وأن يحصلوا على مغفرة الله سبحانه وتعالى لهم، فضلوا العذاب، اشتروا لأنفسهم سلعة العذاب، مع أن الإنسان عادة يشتري المغفرة ويترك العذاب، يدفع العذاب ثمنا ويأخذ المغفرة، لأن الإنسان لن يطيق النار ولن يطيق العذاب، فالعذاب شديد وصعب. فما أصبرهم على النار، وهذا ما أصبرهم، ده تعجيب، أسلوب تعجب، أسلوب من أساليب التعجب. ما أصبرهم على النار، هل هم يصبرون على النار الآن؟ هم يصبرون على الضلال، يصبرون على الضلال ويأخذون الضلالة مكان الهدى، فهم لكن هذه الضلالة ستكون سببا في دخولهم النار، في دخولهم النار. فهم يصبرون على الضلالة الآن يصبرون على الضلالة ويأخذون الضلالة ويشترون الضلالة ولا يفقهون، لا يفقهون. فيتعجب القرآن، أسلوب تعجب، يعني كيف يختار الضلالة وهو يعلم أنها تؤدي به إلى النار؟ كيف لا يختار الصواب ويختار الحق ويضع نفسه في النار؟ إنما يسلكه هو سلوك يؤدي به إلى أن يصير في النار، هو يصبر على الضلالة. ولذلك أهل الكتاب وغيرهم يعيشون على الضلال، يعيشون حتى الآن، وفرحون مسرورون بضلالهم، فرحون بتكذيبهم للحق، فرحون ولا يدرون أن هذا هو المؤدي به من النار. فهل سيصبرون عليها؟ هم صبروا على هذا، صبروا على المعصية وصبروا على الضلالة وصبروا على هذا، لكن هل سيصبرون على ما يترتب عليها وهو النار؟ ولذلك لم يقل فما أصبرهم على الضلال، وإنما قال فما أصبرهم على النار، لأن أمرهم يؤول إلى النار. وهنا نذكر حضراتكم بالباء التي ذكرت في الآية مرتين، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فالباء هنا داخلة على المتروك، على المتروك. والباء في نظرية الاستبدال، استبدال شيء بشيء، تدخل على الشيء المتروك، وهذا مذكور في القرآن كثيرا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى، أخذوا الأدنى وتركوا الذي هو خير، فأدخل الباء على المتروك. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بالقول الذي قيل لهم، القول الذي قيل لهم تركوه وأخذوا قولا آخر. إذن الباء تدخل على المتروك، ولذلك نقول استبدل فلان العلم، نقول الجهل بالعلم، استبدل فلان الجهل بالعلم، يبقى هنا ترك العلم. إنما إذا قلنا استبدل العلم بالجهل يبقى ده أسلوب صحيح، أسلوب صحيح، وإن كان في عرف الناس ينظرون إليه نظرة دهشة،
إذا قلت أنا استبدلت العلم بالجهل فيظن أنك أخذت الجهل، نقول له لا، هو ترك الجهل وأخذ العلم. ونريد أن نعلم الناس، فالناس لا يعلمون علامة تدخل الباء، لا يعلمون، ولكن العرب لهم طريقتهم في هذا، فيدخلون الباء على المتروك وليس على المأخوذ. فإذا ما أدخلت الباء على المأخوذ كأنك فضلت الغلط، فضلت الغلط. إذا قلت استبدلت الجهل بالعلم يبقى هو أصبح جاهلا، أصبح جاهلا وترك العلم، على عكس ما يفهم الناس. ولذلك كان هناك برامج في الإذاعة، قل ولا تقل، قل ولا تقل، يبقى قل استبدلت العلم بالجهل، ولا تقل استبدلت الجهل بالعلم. ويوضح، ويوضح. بعض الناس كان يصنع هذا برنامجا في الإذاعة، وهو برنامج عظيم وطيب جدا، لأنه يبصر الناس باللسان العربي المبين الذي هو لسان أهل الجنة، لسان أهل الجنة. أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة في الجنة عربي، عربي، نعم، لغة القرآن. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك اسم إشارة، يرجع كما يقول الشيخ الزمخشري إلى العذاب، أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل ما نزل من الكتب بالحق، نزلها بالحق. الحق هو التوحيد، والحق الإيمان بالرسل جميعا، هذا هو الحق الذي نزلت به الكتب الإلهية، وهم خالفوها لأنهم لجأوا إلى الضلالة وتركوا الهدى، ولجأوا إلى العذاب وتركوا المغفرة. فهذا بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، الكتاب الكتب الإلهية السابقة، جنس الكتب، جنس الكتب. ويمكن أن يكون الكتاب هو المقصود، هو القرآن، ممكن، ممكن يكون أن الكتاب المقصود هو القرآن. ربنا نزل القرآن بالحق معلنا صحة التوحيد وضاربا على الشرك، ومعلنا صحة الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، أيضا يشمل المعنيين، يشمل المعنى الأول أن الكتاب هو الكتب السماوية، وهم قد اختلفوا فيما بينهم، أهل الكتاب فيما بينهم اختلفوا في التوراة وفي الإنجيل، وكل واحد منهم، كل فريق يخطئ الآخر. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، تكذيب، يكذب بعضهم بعضا، وبعضهم يكذب بعضا. وحتى الفرق التي نشأت في هذه الأديان متناحرة، متناحرة، كاثوليك، البروتستانت، الأرثوذكس، كل واحد يأخذ طريقا مختلفا عن الآخر، ويختلف في الكتاب الذي قرأه، وهذا يأتي إلى ناحية، وهذا يأتي إلى ناحية، وهذا يأتي إلى ناحية، وكل هؤلاء بعيدون عما هو مطلوب، وهو توحيد الله الأساس. فإذا هؤلاء يعذبون، لماذا؟ لأن الله نزل في الكتب الحق الصريح، ونزل في القرآن الحق الصريح. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض كما يفعلون فيما بينهم، هذا يقول المسيح إله، وهذا يقول لا، ده جزء إله وجزء بشر، وهذا يقول لا، ده ناسوت حقيقي، وإذا هذه الخلافات كلها، ويؤمن بالبعض ويكفر بالبعض، ويؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض الأنبياء، من الذي سيحكم بينهم؟
الذي سيحكم بينهم هو الله سبحانه وتعالى. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، في خلاف، في شقاق يعني في خلاف، في خلاف شديد فيما بينهم، خلاف شديد. وهذا الخلاف كما يقول الشيخ الزمخشري كان سببا في اختلاف المشركين أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان حينما يرى الباطل قد يتأثر بهذا الباطل، يمكن أن يتأثر به. فكان المفروض أن أهل الكتاب يطلعون المشركين، يطلعونهم على الصواب، إنما هم يطلعونهم على الخطأ، فتسببوا أيضا. بل إن بعض أهل الكتاب كان يجامل، كان يجامل المشركين ويقول لهم إنكم أنتم على الهدى ومحمد على الضلال. هذا الكذب على الله لماذا؟ يعني تكسب وده كذبا وزورا، هذا لا يصح، لا يصح. فبدلا من أن ينصحوا، أن ينصحوهم، بدلا من أن ينصحوهم بالدخول في الإيمان، لا، يكذبون عليهم، يكذبون عليهم. فتسببوا أيضا في فيما حدث بين المشركين من خلاف، ومن قولهم الأصنام هذه نعبدها ليقربنا إلى الله زلفى وهكذا. فكل هذا الخلاف ترتب على خلاف أهل الكتاب بعضهم مع بعض، وعلى المعلومات التي كانوا يلقونها على المشركين، وهي معلومات خاطئة، خاطئة. فهذا الشقاق الذي فيه أهل الكتاب سيحاسبهم الله عليه. يعني حينما يذكر القرآن الكريم يعني إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، حينما يذكر هذا فهو يهدد، يهدد هؤلاء بأنهم صائرون إلى الله سبحانه وتعالى، وسوف يعاقبهم على هذا الاختلاف، لأنه اختلاف في غير محله، في غير محله. أنت دائما يعني أنت حينما تقرأ النص القرآني تعرف ما يترتب عليه، تعرف ما يترتب عليه. يعني هو قال إن الذين أوتوا الكتاب، إن اختلافهم الذين أوتوا الكتاب لفي شقاق بعيد، هم في خلاف شديد، اختلفوا في الكتاب، هم في خلاف شديد. هو قال هم في خلاف شديد وسكت، وسكت. نأخذ نحن ما بعدها، أي في خلاف شديد يحاسبون عليه، يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. لأن المسألة أن الرسول ما عليه إلا البلاغ، وأنت ما عليك إلا البلاغ، تبلغ، تبلغ الدعوة إلى الله، تبلغها للناس، ولكن ليس عليك أن تجبرهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما عليك إلا أن تقول الحق. هم اختلفوا، اختلفوا، اتركهم في خلافهم، فأمرهم صائر إلى الله سبحانه وتعالى، وسوف يحاسبهم حسابا شديدا على ما اختلفوا فيه. نكتفي بهذا القدر ونقول هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.